طيب هلا أنا شو لازم أعمل؟ أمي، أنا هلا لازم أتصل بأمي، أكيد هي في عندها فكرة. هي كلياني على التليفون. ألو أمي؟ أنا آسفة ما قدرت حاكيكي وقتها، لأنه الحقيقة المدرسة شافتني وقت اللي كنت عم أحكي معك على التليفون، وفوق هيك طردتني من الصف، ولما إجيت على البيت في مشكلة كانت ناطرتني هون. بيع الخيوط بده المصاري سلف ليبيعنا الكمية، أنت بتعرفي ردة فعل كبيرة بس الكبيرة يعني... كمان رفضت فورا، والحقيقة هي معها حق، لأنه كلياني إذا بيكمل هذا الشيء كلياتنا وقتها رح نضطر نبيع حصصنا من البيت عن قريب. نحن هلأ بأمس الحاجة للمصاري، أنا ما بعرف شو لازم أعمل، وكبيرة العائلة حاولت تقنع البياع كمان بس هو ما هو جاهز يسمع أي شيء. كنت مشغولة بكل هذا الشيء مشان هيك ما قدرت أرجع أتصل وحاكيك. شبكي كلياني؟ عم تسمعيني؟ أمي ما تاكلي هم ولا تقلقي أبداً، لأنه كل شيء رح يكون منيح. أنا بس اتصلت فيكي لحتى أسألك كيف كانت كليتك اليوم؟ الحقيقة أنا هلأ طلعت لحتى أشتري شوية محاضرات للكلية، رح حاكيكي دغري بس أرجع على البيت، منحكي بعدين، ماشي أمي؟ ماشي. ما بدي زيد على مشاكل أمي بهالفترة. إذا بيصير الشي اللي قالت عنه أمي ساعتها كلنا رح نضطر نبيع حصتنا من البيت قريبا. نحن بأمس الحاجة للمصاري هلأ، وأنا ما بعرف شو لازم ساوي. عملي كل شي قلت لك عنه. تمام 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 مفهوم. شرطية باتيل، ليكي أنت بتعرفي شي وحدة ولدت طفل عن جديد؟ لأنه الحقيقة ابني مريض وبحاجة للاهتمام، والدكتور قال بأنه لازم يتغذى وياخد حليب طبيعي. وإذا أنت بتعرفي شي وحدة تقدر تهتم بابني وتعوضه عن غياب أمه، أنا رح أدفع له شو ما بدها. سيدي رح شوفه خبرك، ما تاكلهم. وصلوا سيدي، إنن جايين من مومباي. سيدي عمل جيد ملهر، أنا مبسوط منك لأنك ألقيت القبض على المسؤول عن أعمال التخريب. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.